بعد يوم جاء واحد النبي الله سليمان. سليمان نبي. سليمان كان يعرف منطقة الطير، لغة الطيور. طبعا لغة الطيور بعض أسرارها موجودة بالتوراة وموجودة بالزبور، بس شفرات يعني. على أي حال، هذا صاحب سليمان وعابد وعالم ومن الجحاجيح ذول الشامخين، مو أي واحد. قال له يا نبي الله، أنا صار لي كذا سنة تلميذ عندك، وانت عندك هذا السر، يعلمني إياه. قال له شنو؟ قال له أرد أسمع منطق الطير مثل ما أنت تعرفه، أنا هم أرد أعرف، أريد الحيوانات من تسولف أنا أريد أتعلم هاي اللغة. سليمان قال له ما تتحمل، هذا سر عظيم وخافي أثر علي. قال له أنا عاهدك ومدري شنو كذا. طاه ذكر كذا، بعضهم يقول لغة الطير تأتي بالشهود، بعضهم يقول تأتي بالقواعد، ما أرد أسولف بهذا العالم، شوية عالم معقد. بس هو لعله واحد كاشف شفراته داود النبي على نبينا وعليه وعليه السلام بالزبور. المهم اكو هواي حكي بهذا الموضوع، شنو لغه الطير، شلون الانسان يوصلها. على اتحال قال له هذا سوي هيك شيء، راح تقوم تسمع حيوانات من السولف تسمعها. فهذا يعني قرا هاي القضيه، قام يسمع الحيوانات مثل ما يسمع البشر. فبهذا بيته شكو عده، اجلكم الله ثور ونعجه وديك. ديك كل هذا اجى أول طبت للبيت لقاهم يسولفون. الثور العجل قال للذولة جماعته، قال لهم يا جماعة أنا مريض فخاف أموت، هيك سووا وراي هيك ذكروني ويسولف لهم بس مريض، فأنا احتمال الليلة باكر أنا ميت. هذا صفوان قال لك هذا إذا مات أنا شو استفيد منه؟ قال أنا مشتري بهيك شيء دخله ذبحه. قل كذا ذبحه. ذبح قال الحمد لله، شنو هاي من فوائد، جزاك الله خير يا نبي الله سليمان، لو ما اعرف منطق الطير شو هذا مات. ذبح العجل وما ادري سوى وين وداه، ما ندري. ثاني يوم اجى شو لقى هذا الخروف، هذا مريض. يقول للديك، يقول يا ابي الظاهر السرى وصلني، انا 100% الليله بالليل اموت. قال خلي بيعه. قبل اخذها باعه. شو جاء ثالث يوم لقى الديك شنو يعالج، قال له تبيك غدا واحد يكفي ذبح. من ذبح الصبح هو تمرض، راح السليمان قال له يا نبي الله شو انا مريض ما ادري شنو السالفه. قال له لا انت مو مريض، انت اليوم تودع ان شاء الله. قال له ليش؟ قال له ها، انت كان مقرر تموت قبل 3 ايام، الله لطف بيك نقل البلاء من عندك للثور حتى يدفع عنك البلاء، لأن أنت دافع صدقة ما أدري شنو، فأنت ما خليت البلاء ينزل بالثور والثور يموت، ذبحته فانتقل من الثور للخروف، هما هم تلاحقته وبعته، انتقل للديك هما هاي بعد وصلك السرة ما بيها أي مجال باكر تموت. شوف لطف الله، شوف طبعا هذا مات، لطف الله هذا عالم الحيوانات وأسراره. على أي حال الإمام علي يقول من، شوف من لم يرحم الخلق لا يرحمه الله. الخلق مو الإنسان، الخلق. يعني شنو الخلق؟ يعني حتى الحيوانات تتعامل وياها لازم بمن؟ تتعامل وياها بالرحمة. تشاكون هتشي على شنو جامع لك اثنين ديوتشا ويتعاركن ذن خطية والدماية السيل علي من؟ انت تتلذذ بالألم؟ هاي مهارشة الديكة علي من؟ علي من أنا ذولا جامعي والناس كلها ملتمة وشوف يعني، وهاي خطية هاي الحيوانات شي تضرب بشي والدماء تسيل وانت قاعد تتفرج، وينك وين الرحمة بالموضوع؟ أما الله يسلط عليك واحد ينقرك شو هيك شي، شو هذا خلق الله، هذا خلق الله، انت شلون تتعامل باللغة هاي؟ يعني انت ترتاح لألم الخلق، ترتاح بألمه والله شنو؟ خلاص هاي لعبة. شنو لعبة؟ لعبة طلعوها الفلبينيون القدامى، ومن احتلوهم الأسبان طلعوها الأسبانيين الباقي الدول، وبعدين انتشرت، بعدين المسلمين يسووها هسه. والله شنو ديوشة تتعارك، شنو تشكو على شنو تتعارك الديوشة؟ انت صاير فرعون انت هنا.